يمضي الطفل أغلب وقته في اللعب، وقد يعتقد بعض الآباء أنها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع أبناؤهم تسلية أنفسهم من خلالها، إلا أن للعب أهمية في نمو الطفل وجعله صحيحاً نفسياً وقادراً على تطوير مجتمعه والارتقاء به. ويمكن أن نلاحظ اهتمام الكثير من علماء النفس والتربية باللعب مع الأطفال ومراقبتهم أثناء لعبهم بهدف التعرف على أهمية اللعب بالنسبة إليهم في مختلف جوانب حياتهم. يساهم اللعب في تربية الأطفال وصقل شخصياتهم من خلال ما يتعرضون له من مواقف وردود أفعال أثناء اللعب الجماعي، المنفرد أو التخيلي. وبما أن العملية التربوية تعد ذات أهمية بالغة في حياة الأطفال، فلا يجوز إهمال أي ناحية من نواحيها، لذا يتوجب على الوالدين والمربين إكساب اللعب قيما تربوية من خلال توجيه الأطفال نحو الصواب وتوضيح الخطأ. واللعب من النشاطات الحركية المهمة في حياة الأطفال، حيث يساعد على تقوية العظم والعضل لديهم، كما يحفز الجسم على النمو السريع وحرق الدهون والسكريات الزائدة في الدم. كما تساعد الألعاب الجماعية في تنمية الناحية الاجتماعية في حياة الأطفال، ويتعرفون من خلالها على مفاهيم الجماعة، الانتماء، المساعدة والصداقة. كما يساعد اللعب الأطفال على تعلم كيفية إنشاء العلاقات الاجتماعية وطرق المحافظة عليها، بالإضافة إلى التخلص من عقدة التمركز حول الذات والالتفات للآخرين والاهتمام بهم.